نيها شبهك؟ ليش هيك عم تعملي؟ انتي اعتبارا من لحظة ارتباطنا رح يصير اسمك على اسمي وكنيتي زوجة المحامي. وقتها بتصيري تروحي على هيك مطاعم وتتسوقي وتشتري براحتك، وفيك تقضي عطلتك بالصيف وين ما بدك. هيك رح يصير اسلوب حياتك، ولازم تعودي حالك على هالشي. مشان هيك خططت لهذا العشاء، كنت عم فكر نقعد سوا ونحكي كل شي بقلوبنا، المكان كتير لحتى نفهم على بعض بالأيام الجاية. كان مشروع مشان هيك فرحت. حاسس إنه في بيتمك حكي؟ مزبوط. معناها تفضلي، نحن جايين لهون لحتى نحكي مو هيك؟ بس عن جد مالي عرفانة شو اللي بدي أقوله. مانك عرفانة شو بدك تقولي؟ بس أنا بعرف بالضبط شو بدك. رح تسأليني وين رح نقضي شهر العسل، مزبوط؟ ولا يهمك، انت يمكن مو شايفة التلج، لهيك رح اخدك على كشمير. انا حكيت مع منظم الرحلات ورح نقضي كم يوم هنيك سوا، ورح يكون هذا احلى اسبوع بتعيشيه بحياتك صدقيني. لا مو هذا اللي بدي احكي، كنت بدي احكي بموضوع تاني. شو هالموضوع يلي ممكن يكون اهم عندك من حياتنا سوا؟ بعرف انك عصبي شوي، بس لو سمحت راجان اهدى واسمعني، لاني حابة أحكي معك بكل صراحة ونتفق من هلأ. أحكي براحتك. هو صح أنه نحن قررنا نتزوج، يلا، بس لازم تعرف أنا قبلت مشان باري. ما في داعي تاكلي هم باري أبداً، بوعدك بحياتي ما رح خلي أي شيء ينقصى، لا تخافي من هاي الناحية. أنا عم أحكي عن وضعنا أنا وياك. بدي منك شوية وقت بعد ما نتزوج لحتى اتعود على حياتي معك واتقبلك زوجي. وين المشكلة؟ كلامك منطقي، يعني يلي عم تقوليه صح وأنا معك فيه، وأنا بأي قضية بالشغل بدي وقت لحتى أفهمها منيح. هذا الشيء أنا بعرفه وممكن يصير مع الكل،